اللهم صل وسلم على محمد. احنا وصلنا المره اللي فاتت في الفينيشن على المرموشات بتاع الكريستيان بتاع السكين والدنجي، وقلنا المرموشات الكريستيان بتاع السكين في منتهى الاهميه. ليه؟ لان انا حطه عشان يديني البرايمري كارد من ناحية الثانوي على طول ساعات. بس السي تي ده مشكلته لما يحصل له ساتوريشن. لو حصل له ساتوريشن ما تحتاج الانتركريستيك بتاعته، هيبقى الاي ماجنتيزيشن عالي جدا. وبناء عليه التيار اللي هيروح للري هيبقى قليل جدا. ونتيجة ده ان الريلي مش هيقدر ياخد ديزيشن ايه صح. يبقى الريلي سليم، بس ايه السي تي يحصل له ايه ساتوريشن، تبص تلاقي نفسك الريلي ما هوش قادر يشوف فوق او ياخد قرار غلط. بتاعت المنتج الكاركترستيك كير بتاعت السي تي اهم نقطة فيه هي نقطة الني بوينت. نقطة ايه؟ النقطة اللي عندها هنبدأ في الايه؟ في الساتوريشن والايرور يبقى ايه؟ يبقى كتير. يعني ايه الايرور يبقى كتير؟ يعني تيار المانيفستيشن يبقى كبير، وبناء عليه يبقى في ايرور في البرودكشن بتاع البرايمري كارت. فازاي نحدد الني بوينت؟ بنحددها بطريقتين. ايه هي الني بوينت؟ الاول عبارة عن نقطة اللي لو انا عاوز ازود المانيفستيشن فوق 10% احتاج تزويد الماجنتايزنج كارنت 50%. ده التعريف بتاع المين ايه؟ المين بار. طب ازاي نحددها؟ في طريقتين. الطريقه الاولانيه طريق الاي تي سي ستاندرد اللي مصر بتستخدمه. ايه هي طريقة الاي تي سي ستاندرد اللي احنا بنستخدمه؟ هنيجي نبص نلاقي هنا المانيتايزنج كاركترستيك كيرف بيتكون من جزئين، جزء خط مستقيم من قريب من الصفر كده على طول اهو، وماس للساتوريشن كونديشن اهو خط تاني يتقابلوا في ايه؟ في نقطة. يبقى دي هي دي الني ايه؟ الني بوينت. في الـ IEC ايه؟ IEC ستاندرد. وما في الأمس نعمل ايه؟ مثلث 45 درجة. بنقوم جايبين مسطرة ومثلث 45 درجة. هنخلي الـ 45 درجة اللي هو الوتر فوق، ونحركه على المسطرة وعلى الكيرف لغاية ما يمس مين؟ ما يمس الكيرف. هيمسه في النقطة دي، يعني يبقى هي دي مين؟ اني ايه؟ الني بوينت بتاعت مين؟ الانسي. ودي بتيجي في الامتحان، ازاي تحدد الانسي بتاع الني بوينت في الانسي او في الاي اي سي. فنيجي نبص هنا، الكلام ده انا بعيد. الني فوق اللي هو بنسميه في كي او في مي الديترمايند باي ذا بوينت اون ذا كيرف، هو مين الكيرف اللي هو البي اس تيار مقططه مقططه، يعني في مانيتيزيشن والتيار المقططه بالاوبن سيركت بتاعي اون ذا كيرف بي اس اي مانيتيزيشن فروم ويتش 10% انكريز الفولتج يؤدي الى ليزي 50% انكريز ذا مانيتيزنج كارنت. ودي النقطة اللي بنسميها effective point of saturation. يعني ايه؟ يعني لازم السي تي نقطة تشغيله ما تبقاش أعلى من كده. مش فاهمين؟ ما يبقاش الفولت على أطراف السي تي أعلى من هذا الفولت أبدًا.
لان لو وصل لاعلى من كده يبقى احنا وصلنا لفين؟ يبقى اذا انا واثق ان الايرور هيبقى ايه؟ كبير، وبناء عليه مش هياخد القرار الصح. عيد تاني، اهم حاجه انا ببذل مجهود في ده ليه؟ انا ممكن اخلص طرقه في نص ساعه، لان ده اهم نقطه. لو ما كانتش السماعه بتاعت الطبيب سليمه مش هيقدر يديتكت الايه؟ الجزيز بتاعه ده برضه السماعه بتاع الشبكه. ليه هو السماعه ما هوش البي تي؟ ليه؟ لان السي تي اثناء الفولت التيار بايه؟ بيزيد، فاحتمال الفولت على اطراف السي تي يوصل لست ايه؟ ساتوريشن. انما البي تي اثناء الفولت الفولت بايه؟ بيقل، يبقى ما بيحصلش ايه؟ لو ساتوريشن. بيحصل له حاجات ثانيه هنقولها. واضح؟ يبقى اهم نقطه عاوز تفهمها، لان المسائل كلها بيجيب مساله من 15 درجه في الامتحان في السي تي. اهم نقطه فيها ان انا اشغل السي تي بحيث ان الفولت على اطرافه لا يزيد اطلاقا عن مين؟ عن النيم والت فولت. طب النيم بوينت فولت بتاعتك يا جفر في الانسي مختلفة عن مين؟ عن الاي سي. عالجوها ازاي؟ هنشوف هنعالجها ايه؟ ازاي؟ نهون اعلى الاي سي ولا الانسي؟ نهون الاعلى اي سي. فهنشوف هنا الديفينيشن للانسي نيو بوينت والاي سي نيو بوينت. ANSI new point, the new point of effective point saturation is defined by the standard edge intersection of the curve with 45 درجة الخط المماس للكيرف وزاويته 45 درجة. النقطة دي بنسميها مين؟ ANSI new point by ANSI أو ICR resistance. طب من الاي اي سي النيو بوينت ذا نيو بوينت اور افكتيف بوينت اوف ساتوريشن، وعمال اتكلم افكتيف بوينت اوف ساتوريشن يعني النقطه اللي انا مش عاوز الريلي ايه؟ الريلي يتوصل بسي تي يحصل له ايه؟ يعدي النقطه ساتوريشن. از ديفايند باي ذا اي اي سي ستاندرد از كروس سكشن اوف كونتينيويشن اوف تو لاين سكشن of the CT curve as shown، اللي هو الكيرف اللي هو اللي طالع من الصفر، الخط اللي هو طالع من الصفر والخط بتاع مين؟ بتاع الساتوريشن. هيتقابل في نقطة يطلع لك الاي اي سي ستاندرد ني بوينت زي ما انتم شايفين كده. هذا الانسي خط زاويته 45 درجة يمس، يبقى دي ايه؟ بوينت في ايه؟ في الانسي. طب وده اجيبه امس كده وكده يطلع لي الخط النقطه دي. النقطه دي مين؟ اي اي سي ايه؟ ستاندرد. والاي اي سي ستاندرد دي بوينت فولت اللي هو اقصى تيار يبقى على اطراف السي تي، بحيث ان انا اضمن ان السي تي ما يحصلوش ايه؟ ساتوريشن. هي النقطه دي هذا الفولت. لو انا بشتغل في اي اي سي في الانسي يبقى هو الفولت بتاعتي. طب ازاي احنا كمهندسين انت عارف ان التجميل بيتغير ونفس الايه؟ السي تي عالجناها ازاي؟ هنشوف. عالجناها بكده. الكيرف هذا السي تي بتاعك اهو. هذا البرايمر وده السنة، وهذا الدايرة بتاعتك اللي هي البردن اللي هو الايه؟ الأحمال اللي موجودة. الأحمال اللي موجودة على السي تي على أطراف السي تي هي عبارة عن الانترنال سي تي ريزيستنس او امبيدنس، والامبيدنس بتاع مين؟ الريلي، والامبيدنس بتاع الليد، والامبيدنس بتاع الميتر، والامبيدنس بتاع اي ريلي اللي هو كل الدايره دي، صح؟ مش دول كلهم توالي؟ ماشي؟ واضح؟ يبقى انا في الانسي في الاي او سي بحط في التوتال لود اللي على
السي تي الزد بتاعت الانترنال ريزيستنس بتاعت دي بتاع السي تي معايا. انما في الانسي بسويها صفر ما بعتبرهاش. يبقى بعمل هنا ايه بقى؟ هنا في الاي اي سي باخد كل الايه الانبيتات المفصله العميق مع السي تي بما فيها الانترنال ايه ريزيستنس. انما لو انا بشتغل في الانسي او الاي تريبل اي ستاندرد يبقى الفيرجن او الحمل او التوتال امبيدنس اللي موجوده متوصله على السي تي بحذف منها مين؟ السي تي. لما احذف منها الانترنال ريزيستنس يبقى الضرب اللي فيها ما بتحسبش، هيكمبنسيت مين؟ الفرق بين الايه؟ بين القيمتين. ما انتوا فاهمين؟ عيد تاني. لما هتعمل في الاي اي سي ستاندرد عاوز تجيب الفولت على اطراف السي تي بتشوف البيردن او اللود او كل الاحمال المتصله بيه وتجمع الزدات لانهم على التوالي وتضيف عليهم الانترنال ريزيستنس بتاع مين؟ بتاع السي تي. معايا؟ التيار اللي موجود مرة في السنة واحد يبقى المي بوينت اي في الزد دي صح؟ ماشي. نيجي في الايه؟ في الانسي او الاي تريبل اي بقول ايه؟ الزد اللي متوصله بالسي تي كلها نحذف منها مين؟ يبقى الاي في الزد دي هيبقى اقل ولا اللي فوق؟ اقل من مين؟ من الاي اي سي. وده الكلام اللي احنا ايه؟ يبقى لغوا او يعني ايه قدروا يتغلبوا على ان من الكير الاي اي سي ستاندرد دي وانت اعلى من انس ستاندرد بان هو في الانس ستاندرد اهمل مين؟ مقاومة الداخلية بتاعت مين؟ بتاعت اهم حاجة هي دي. كل الشغل بتاعنا كل المشاكل بتاعتنا جايه من ان السي تي ممكن يحصل له ايه؟ ساتوريشن. لما يحصل له ساتوريشن ماجنتيزيشن يزيد يبقى صار له يروح للريلي ايه؟ قليل يبقى الريلي هياخد قرار ايه؟ غلط. معنى ايه قرار غلط؟ يعني الفولت هيستمر فتره ايه؟ يعني الدمج ايه؟ هيزيد. يزيد اللوس هي ايه؟ يزيد. ممكن يحصل بلاك ايه؟ بلاك اوت المحطه بس. فهنشوف بقى كمان نكمل ديفينيشن. اول حاجه هنا هنشوفها النهارده في الديفينيشن الكلام اللي فات ده انا قلته. نعم طب اللهم صل على محمد. اي حاجه عندك في اللهم صل على محمد الشاحن بتاعك ده مكتوب عليه الموقف بتاعه ايه؟ الطيار ايه؟ الباور ايه؟ دي بنسميها النومينال ريت. النومينال ايه؟ ريت. يعني ايه؟ يعني يستطيع كونتينيوسلي يتحمل هذا الايه؟ الباور ويتحمل هذا الايه؟ التيار ويزيد هذه الايه؟ الباور. احنا عرفنا من شويه ايه هو النومينال برايمري كارنت وايه هو النومينال سكندري ايه؟ قلنا النومينال كارنت بتاع السنوي لا اما واحد لا اما ايه؟ خمسه. انما الابتدائي زي ما انت عاوز مضروب في 10 اس 3 بس له ستاندرد. واضح؟ وقلنا يعني ايه نومينال؟ برضه عاوزين نعرف النومينال بتاعه في الباور. النومينال بتاع اللي في الايه؟ اللي هو الحمل اللي هو يستطيع يتحمله كون ايه؟ مع النومينال ايه؟ كارنت بتاعه، صح؟ فهو هنا انت عندك هنا ايه؟ اللابتوب بتاعك او الشارجر بقوه قد كده، صح؟ احنا هنا بنجيبه النومينال باور بتاع السي تي بنجيبها بالفولت ايه؟ ها؟ بالفولت ايه؟ ما دام هي نومينال يبقى باور اثناء النومينال.
صح؟ ده النمر اللي هو طيار السنوي. لما تضرب طيار السنوي سكوير في الزد بتاع ريلي يطلع لك الايه؟ الكونتينيوس ريتنج بتاع مين؟ بتاع السيتي. يبقى ده هو النومينال ايه؟ ريتنج للسيتي. السيتي الريتنج نومينال اكيورسي باور. ايه كلمه اكيورسي دي بقى كمان؟ ده النومينال اللي انا كنت بقولها ايه؟ كونتينيوس دي من غير ما يحصل مشاكل. ايه هي المشكله بتاع السيتي؟ المشكله ان هو يريبروديوس الابتدائي غلط. يعني ايه بريبروديوس الابتدائي غلط؟ يعني وصل لايه؟ يبقى ده اللي يضمن الاكيورسي الصح اللي انت عاوزها. بعد كده هو مع ايه؟ السي تي مش هيريبروديوس البرايمري صح. فالريتنج بتاعنا النمنا الباور بتاعنا بتاع اكسبريس ده الفولت امبير بنبينها بالفولت ايه؟ امبير. او يديها لك بالاوم صح؟ ممكن نديك بالاوم انت تضرب اي سكوير في ايه؟ فقال يطلع لك الفولت امبير بتاعك. الفولت امبير اكسبريس ده الفولت امبير ات از ابيرنت باور سبلاي تو ذا سكند سيركت فور ذا نومينال اللي هو 5 او 1 امبير ريتد اند اكيورسي لود. الاكيورسي لود اللي احنا قلناها اللي هو اللود اللي اتحط علشان ما يوصلنيش فين للساتوريشن بيساوي ايه؟ بيساوي مين؟ فولت امبير على اي ان سكوير عشان نجيب الداتا بتاعها. طب الستاندرد فاليو في الفولت امبير ايه؟ ممكن نوصل ل 35 فولت ايه؟ امبير. يعني فولت امبير بتاع السي تي اللي هو الكونتينوس لود بتاعه في النومينال لما 1 لما 2 ونص لما 5 لما 10 لما 15 لما 20 30 لاما اي قيمه تصمم عليه. ماشي؟ بس ما فيش اكتر من ايه؟ من 5 وايه؟ و30. انما الدائم بيبقى مين؟ لان كل ما البردن زادت او الباور دي زادت معناها ان السي تي هيبقى ايه؟ هيبقى مكلف جدا لانه هيتحمل هذه الباور. البردن احنا قلناها اللي هي التوتال لود كونكتد على السنوي اللي هي في الاي او سي انترنال ريزيستنس بتاع السي تي الليد ريزيستنس اللي هو السلك اللي جاي من السي تي لغايه الريلي روم والريلي والميتر ولو في ريلي تاني كل الايه الامبيدرز اللي بتوصل على اطراف مين السي تي في مين الاي تي سي. طب في الانسي نشيل مين؟ ذا سي تي بردن امبيدنس ذا توتال امبيدنس كونكتد اكروس ذا سكندري ترمال اوف ذا ترانسفورمر ذا بي ان اي تي سي اند سي ان اي تي سي ذا سي تي ترمال ريزيستنس از ادد وين ذا انترنال ريزيستنس اوف ذا سي تي از ادد وين ان انسي ذا سي تي انترنال ريزيستنس از نوت ادد. واضحه كده؟ السبب ايه؟ طريقه تحديد مين مني ايه من ايه الاعاده واللي دي قلناها بس هنا عاوزين نشوف بقى ايه الاكوبلنت سيركت بتاعت السي تي. هو ترانسفورمر يبقى لهم مغنطيزن كاركترستيك اللي احنا شفناها ولهم مغنطيزن جديدة صح؟ مظبوط؟ مش متمثلوه كده؟ الامبيدنس دي بروح فيها مين؟ طيار المغنطيزيشن صح؟ اللي بيعمل المغنطيزن. وبعدين الزدات البردن كلها اللي هو بتاعت السي تي كله مظبوط كده ولا مش دي كده؟ طب نشوف الطيارات. طيار الابتدائي اي جي هيتنقل السنة يبقى اي اس صح؟ يساوي اي بي على مين؟ على نسبة ايه؟ التحويل صح؟ هيروح منه ايه؟ ها؟ المنطقة هيبقى فاضل رايح للريلي مين؟
الطيارة ولا أي ها؟ الباقي بتاع شوف كرم تلو عن النيوت دي سوي اي اس اي اس ناقص اي اي ده قلناه بيزيد كل ما المغنطايزن للجهاز بيزيد صح؟ يبقى كل ما اشتغل عند نقطة التشغيل فوق كل ما اي اي ايه يزيد. لو انا اشتغلت فوق الدي 1 اي اي ايه يزيد اكتر لان الزيت بنزل 50% صح؟ يبقى الايرور ايه؟ متوسط واحنا قلنا الكلام ده برضه نشوف المسألة دي. المسألة دي عندنا المسألة دي بتقول ايه؟ ان انا عندي 60 على 5 اول حاجة الحقائي برايمري كام؟ النومنال برايمري 2000 والسنة كام؟ 5 يبقى انا بشتغل كونكتد مع اي نوع من انواع الريلي المكان الكترو مكان كان ترانسفورمر على سكندري وايندنج ريزيستنس او 13% بتاع المحول 31% ايه؟ ده ماكسيمم كارنت اوف ويتش ذا كارنت ترانسفورمر ماست اوبريت 40 كيلو امبير. الريلي ده السي تي ده محطوط في شبكه اقصى تيار شورت سيركت يمر فيه 40 كيلو. هل انا عامله اثناء ال 40 كيلو يحصل ساتوريشن ولا يبقى صح مصحصح كده وشغل صح؟ يبقى لازم امرر في السي تي ال 40 كيلو واحسب الغلط على اطرافه ولازم الغلط على اطرافه يبقى اكتر ولا اقل من 100 فولت اقل او يساوي واضحة ولا لا؟ ده ماكسيموم كارنت 40 كيلو خلاص 50 هنا. ذا سي تي از كونكتد تو 10 فولت امبير اوفر كارنت. عندك الامبيدنس النومينال هتساوي الفولت النومينال على ايه؟
عطيار اضرب فوق بسط المقام في طيار النومن، يبقى البسط هيبقى فولتو ايه في امبير على اي بي تربيع، صح؟ تقدر تجيب النت نومنال بتاع السي دي اللي كانت 10 فولت امبير، هتقول 10 على 5 ايه؟ ها؟ اقول متر، هتقول لك برضه بالفولت ايه؟ امبير، ها؟ يبقى كم؟ يبقى كم هو؟ هو قيمته 4 على كم؟ يبقى حولتها الام ولا لا؟ في حاجه ثانيه عاوزه تحول للام؟ كلهم جم الام، اهو مجمعهم مع بعض توالي ولا لا؟ لو انا شغال، لو ما عنديش اشتغل تبع الانس او الاي اي سي، اللي اشتغل تبع الاي اي سي، يبقى شغلنا كله اي ايه؟ اي سي ما لم يذكر ذلك، واضح؟ يبقى هنا هنضيف الانترنال ريزيستنس بتاع السي تي ولا لا؟ هنضيف. نشوف كده السلايد اللي بعدها، السلايد دي واضحه ولا لا؟ السلايد اللي قدامكم دي واضحه؟ ماشي. هذا الزد دي الريلي والميتر، التوصل ميجر بتاع الفولت امبير على الزد على على اي 2 على اي ان تربيع، اللي هي 10 على 5 و 5 تربيع زائد 4 على 5 تربيع، البي اس بيساوي اي اس، السي تي زائد زد تي زائد زد ريلي زائد زد ميتر، لازم دول كلهم يبقوا اقل من فولت مين او يساوي مين؟ النيل بول، عشان اضمن الريبرودكشن او دورين كرم البيوريتي اللي ختم بريين كرم. هيبقى ان بتساوي 2000 على 5 لان نسبه التحويل 400 سنس اي شو 46 كيلو امبير، يبقى اس هيساوي ايه؟ 40000 على 400 يطلع 100 امبير. دول في السنه ولا لا؟ دول هيبقوا في السنه. هيمر في الكلام ده ولا لا؟ هتمر في الامبيدنس، يبقى الفولت 100 وايه؟ ها؟ وبعيدا انا عرفت ان اقصى فولت ممكن يوصل له او يتعرض له السي تي 101 فولت، اقوم ادور على المونتايتنج كاركترستيك كيرف اللي ما يحصلوش ساتوريشن عند 100 وايه؟ واختار، لان لو اخترت اكتر منه انما اقل لا، لان لو جبت اقل يبقى هيحصل له ساتوريشن عند كام؟ عند 40 كيلو. صح. الديفينيشن الثاني الاكيورسي ليميت فاكتور. ايه هو الاكيورسي ليميت فاكتور؟ المثال اللي فات اللهم صل محمد بين لك اقصى شورت سيركت كرنت ايه الكونديشن بتاعته، صح؟ عشان ما يحصلوش ايه؟ فبدل ما تقول الهلومه دي كلها نقول لا، انا عاوز سي تي يضمن لي نسبه ايرور ثابته ما تزيدش عنها لو التيار زاد لحد معين. يعني اقول ايه؟ ان انا نسبه بتاعت الايرور بتاعتي 5% لو التيار بقى 20 مرة تيار النومنال، 50 مرة تيار الايه؟ يبقى السي تي الايرور بتاعها ما زادش عن 5% لو التيار شورت سيركت وصل لهذا الايه؟ الحد، لان هو عارف تيار النومنال، صح؟ شو مصممه معايا ولا لا؟ وعارف الخط بتاع الايه؟ اللينير اللي هو هيشتغل عليه قبل ما يحصل ساتوريشن. فايه اللي ناقص؟ طيار السنوي. طب التيار السنوي لما نجيبه نجيب تيار ايه؟ الارتداد التحويل. فانا قال لك ايه؟ بدل ما نلف اللفه دي كلها لا، نقول لك انا هضمن الاكيورسي دي من كذا لو التيار وصل كذا مره من النمله.
اللي هي بنسميها accuracy limit factor. يبقى accuracy limit factor بتبص لها تلاقيها في ال كتب لما ADF لما بنسميها KN. الفاكتور ده هو عبارة عن أقصى طيار شورت سيركت يمر في الدائرة تحت السي تي دون زيادة الأكيورسي عن هذا الحد. معايا؟ فبنقول هنحتوي إيه؟ This is the ratio between the nominal short circuit current. بقى nominal short circuit current بقى لأن هو ده اللي ممكن يشتغل. And the ratio current. يبقى I N يبقى I short circuit على I N. اللي هو ممكن يبقى 20 يبقى I short circuit 20 I N. 30 I N. 50 I N. يبقى F ده هو كم مرة ممكن سيارة الشورت سيركت يوصل والسي تي يبقى مأموم. يبقى في الحالة دي انت بتدور على ايه؟ على الشورت سيركت كارنت صح؟ ما بتدورش بقى على الانترنال ريزيستنس والبيردن والكلام ده خلاص صح؟ اكيورسي كلاس ايه هو اكيورسي كلاس؟ اللي هو احنا قلنا عليه ان هذا المانيفاكتشر بيقول لك السي تي بتاعي ده عند الاي ال اف ده الايرور بتاعه ما يزيدش على 5%. واضح معايا؟ فالاكيورسي كلاس ذس كلاس ديفاينز ذا ايرور ليميت جارانتيد اون ذا ريشيو اند اون ذا فيز شيفت ان ذا سبايد باور اند كارنت كونديشن. Accuracy load or burden. ايه هي accuracy load or burden؟ لو انت عارف تيار الشورت سيركت اللي هو ايه اللي اف في اي ان صح؟ مظبوط؟ ده لو مر في الزد بردن المفروض يديك الفولت اللي هو هيبقى اقل من ميه ايه؟ هو نفس الكلام ده. الأكيورسي لود بيردن هو اللود فاليوم ويش ذا أكيورسي كونديشن أر بي البي إس بتساوي أي شورت سيركت زد بيردن دوز نوت إكسيد مي 1. معلش يعني إيه الديفينيشن ده في منتهى الأهمية له. كل الكلام ده مهم جدا. أنا اشتغلت في الفيلد والمشاكل بتاع السي تي بتعمل بلاك أوت بتعمل مصايب. فلذلك عاوزك تفهم ان السي تي مش لعبه. شورت تايم وذ ستاتيك ايه هو لما بنقول هنا الشورت تايم وذ ستاتيك؟ على طول نبص لو احنا بنتكلم على كرنت يبقى بنتكلم على الثيرمال ليميت. على الفولت يبقى على الانسوليشن ليميت. واضح؟ فهنا الكرنت بيقول لك ايه؟ بقول لك الكرنت السيرفر بتاعك ايه هو الكرنت بتاعته على ايه؟ على 1 سكند. اقصى تيار يمر بدون ايه ما يرفع درجه ايه؟ حراره 1 سكند. ان اتس ريت ان كيلو امبير ذس از ذا ماكسيمم كرنت ذات كان بي ويز ستود فور 1 سكند اور 1 سكند ذا شورت سيرفر. It represented the thermal resistance of the CD طيب السي تي وولت برضه يبقى منقسم مين ده؟ بالعازل صح؟ العازل بتاعه شكله ايه؟ يتحمل وولت قد ايه؟ ما هو ما تركبش السي تي كان شغال يختار فولت كيلو وولت وتقوم شايله وحاطه على الايه؟ على ال 11 كيلو وولت. تقوم شايله وحاطه على ايه؟ على مثلا 66 كيلو وولت لان ده وولت ولا ايه؟ وولت ده انسوليشن ولا ايه؟ This is the rated voltage to which the CT primary is subject. It is important to remember that the primary end is at high volt. The primary capacity can be high volt. The center attack, the technique. And the white one, the terminal of the secondary is normally tensed, which must never be open. This is the ثانوي لا يمكن تفتحه.
لازم يبقى مفهوم، لان تيار الابتدائي دايما موجود. نظريه المحول ايه؟ ان تيار الابتدائي بالمره خلافات الابتدائي كون امبير تالي، صح؟ واضح؟ وبعدين الثانوي يمر فيه تيار المقتصه يكون امبير تالي، صح؟ فانت هنا دلوقتي تيار الابتدائي موجود فيه الامبير تالي، تيار الثانوي مش موجود فيه امبير تالي، لانه ايه؟ ها؟ لانه ايه؟ مفتوح. طب الامبير تالي دي مش حاجه ملفات الثانوي مفيش فيه كومبنسيشن، مفيش فيه ابتدائي بيحصل له كومبنسيشن من مين؟ من الثانوي. ونبقى فاضل بس المختصر، ما هو امبير تالي ابتدائي وامبير تالي بتاع ثانوي. لازم لما تطرح الامبير تالي الثانوي من الابتدائي يبقى فاضل امبير تالي اللازمه للمختصر بس، وهي بتبقى تقريبا 1/10 ل1%، فازاي بنهمل؟ فالكرنت ترانسفورمر ايه المشكله؟ ان التيار الابتدائي دايما موجود، يبقى الامبير تيرم في الابتدائي دايما ما ايه؟ موجود. طيب الثانوي ما فيش فيه، هو مفتوح، يبقى ما فيش فيه ايه؟ طرح الامبير تيرم الثانوي. يبقى الامبير تيرم بتاع الابتدائي هتقطع ملفات الايه؟ الثانوي كلها. يبقى في ال دي اي باي دي ايه؟ باي دي تي. لما يبقى في ال دي اي باي دي تي ده مش فولت ولا لا؟ هيبقى على الاطراف المحارق المحول او ايه؟ عامل شوك للمهندس وهو شغال يموت. فلازم يبقى ايه؟ شورت. ليه؟ عشان لما يبقى شورت هيبقى فيه طرف في الثانوي، امبير تيرم في الثانوي تطرح من الامبير تيرم فين؟ في الابتدائي، يبقى موجود بس المقدسه. واضح؟ ليه بقى ما هيش كده في بقيه المحاولات؟ محاولات ايه؟ المحاولات الثانيه اللي بتتكلم عنها بعدها وهي بتتكلم عنها. لان المحاولات بتاعتك المحاوله الثانيه اللي هي ايه؟ اللي هي ايه؟ اللي هو الباور او الفولتج ترانسفورمر. الباور والفولتج ترانسفورمر من الابتداء بتاعه موصل توالي ولا توازي؟ مع الدايره؟ يا راجل يا فتاه توازي. فما دام متوصل على التوازي انتهينا. الامبير تيرم هتوصل على حسب الامبيدنس بتاع مين؟ بتاع التوازن. لما الثانوي يصحى التيار هيتكون في الثانوي امبير تاني، عشان تعرفوا ازاي التيار بيسحب من الابتدائي للثانوي في الباور ترانسفورم. الحمل يبقى في الايه؟ في الثانوي. يبقى معانا الامبير ايه؟ ها؟ تاني في الثانوي. الامبير تاني في الثانوي تطلبها من مين؟ من الابتدائي. يوم الابتدائي ساحب مين؟ الباور من البرايمر. يبقى مين اللي بيعمل كنترول لتيار الابتدائي؟ اللوز، لانه توازن. انما هنا الكرنت ترانسفورمر الابتدائي بتاعه متوصل ايه؟ توازن. لذلك لازم يبقى موجود شورت ايه؟ وده سؤال دايما بنساله المهندسين. نقول له سي تي لو فتحناها ايه اللي يحصل؟ نعم؟ ما هو انا لو قلت له كده يبقى انت حمار. انت مهندس، ده بتاع فني. انت هتقول له ان لو اتفتح الامبير تيرم بتاع الابتدائي متوصله على طول، هذه الامبير تيرم بتاع الابتدائي هتقطع الملفات بتاع الثانوي اللي هي كتيره قوي، هتكون ايه ام ايه؟ ام اف لا يتحملها العزل بتاع مين؟ ها؟ بتاع السي تي. يحصل له شورت ايه؟ راس وايه؟ ده الكلام اللي بتقول له هيحصل له شيء او هيموت وبتاع، ده كلام ايه؟ مش بتاع مهندس. ماشي؟ ايوه الكلام ده حلو جدا. وطبعا الموقف بتاع المحول لازم يبقى فور اكزامبل فور اريت الموقف 24 كيلو فولت. ده سي تي مصروف ستاند لازم يتحمل 50 كيلو فولت في واحد منهم. الفولت بتاع الريتنج بتاع السي تي الكرنت فور 1 سكند. الفولت فور 1 ايه؟ 1 ايه؟
فبيبقى مثلا عندنا 24 كيلو 50 كيلو 50 هرتز والانباض 125. السي تي موجود عندنا بطريقتين، لا اما طريقه انه كل سي تي له كور بتاعه وله البرايمري بتاعه، ثلاث كور، كل سي تي له برايمري وله ايه سنه. الطريقه الثانيه ان البرايمري يبقى واحد وكل سي تي له كور، يبقى مالتي ايه كور، مالتي ايه كور، او سي تي لو برايمري واحد وثانوي ملفات كتير مطلع منها ريشيو بنسميها مالتي ريشيو سي تي. يبقى في سي تي اما يبقى عنده سيفرال سكندريز اللي هو في البرايمري بتاعه واحد والثانوي كتير، او يبقى مالتي ريشيو برايمري واحد ولو ثانوي طلع منه ايه ترمينال زي ما انت عاوز. Some cities may have several secondaries dedicated to protection or communication. The most difficult cases in the city at 10 ثانوي او 3 ثانوي هنشوفها الوقت. والفيزيكال كيس هناك 2 3. والثلاثة ممكن يبقوا ديفرنس كلاس، يعني واحد يبقى عنده 5% وواحد يبقى ايه 10% الايرور بتاعه، واحد يبقى بتاع ميتر واحد يبقى بتاع ايه بروتكشن. الالتو في مالتي ريشيو سي تي اللي هو ايه البرايمري واحد اهو شايفينه اهو وعليه ايه الملف كده ده بدايته ده نهايته. لو انا اخدت من الاول هنا لهناك اخدت نسبه التحويل دي بس صح، لو انا اخدت من الاول هنا لهناك انا اخدت نسبه التحويل دي صح مظبوط، يبقى دي مالتي ايه الداتا بتاع السي تي المالتي ريشيو تعطى على اعلى ريشيو. عيد تاني عشان الكلام ده في الامتحانات، لو انا عندك سي تي اسمه مالتي ريشيو واعطيك الداتا بتاعتك، الداتا دي كلها تبقى مقاس للكل ايه ريشيو، يعني كل واحد كل واحد من اول هنا ده. انت بقى بتدور على مين هتاخد مين دي ولا تاخد مين دي مفهوم؟ هذا الايه؟ الكور ده كور واحد ده السي تي اهو وده بتحط له هنا ودول له ايه؟ الودن من هنا اهو من هنا داخله ده. هذا المالتي ايه؟ مالتي ريشيو. كل واحد خلي بالك في مالتي ريشيو 605 ممكن اخد منه ال 50 لايه؟ خمسه لخمسه، واخد منه كام؟ 100 ليه؟ 150 و 150 لايه؟ خمسه لغايه 605 وهنا 1200 لخمسه ده مالتي فور. واضح؟ كل ده مالتي فور، اخد 105 لغايه 1000 ده كله مالتي ايه؟ مالتي فور. السي دي كلاسيفيكيشن فروم ده جوب تو تو، هل السي تي بتاع ميتر ولا السي تي بتاع بروتكشن؟ السي بتاع ميتر يقيس دي طريق، هل انت عاوز يقيس لك شورت سيرك الطرف؟ لو انت عاوز يقيس لك شورت سيرك الطرف يبقى لازم دي بونت تبقى بتاعته تاني فوق صح عشان ما يحصلش سيركليشن، انما انا عاوز بس يقيس لك كامل وبالكثير خالص زيادة عن الكم 125% وبعد كده ممكن يحصل له ايه؟ ساتوريشن ما يهمنيش صح؟ تبقى ارخص. يبقى السي تي المغناطيسي الكاركترستيك كير المستخدم في الميتاليك هتلاقيه واقي كده، انما السي تي بتاع البروتكشن لازم ايه؟ عشان الشورت سيرك بتاعته. فبنقول هنا ايه؟ they have الميجرمنت سي تي they have lower both numeric capacity than protection rate سي تي it has to be accurate over a range of 5% لغاية 125% او نقطة طرف it is not expected to
feedback. And then the executive project linear response. And for accuracy, you can expect the glow of your mantra after the nominal current. 20, 30, and so on. Related current. It is, its performance has to be accurate in the range of nominal current up to the 4 days, the maximum 4 months. In order to get any response, CT version has to be kept low. عشان هذا الايه شايفين هذا البروفيشن يبقى كده ان ده انا بنزل من كده وانا عرفنا ليه لان انا لو انا عاوز اجيب اوصل على الاقل ان الميجرمنت السيتي بتاعه زي البروتكشن يبقى هدفع فلوس اكتر من دون ايه؟ من دون بنفيت واحنا مهندسين المفروض الكاس ما تطلعوش عشان يكون ايه؟ هديك دعايه الكرنت ترانسفورمر ترانسفورمر يكوبل سيرف شوف الكرنت ترانسفورمر داتا الايكوفلنت سيركل بتاعته الريتنج الريشيو ياخد هنشوف ماشي تفهمها ازاي ده كلام معاد بس بطريقه اخرى كلام معاد عندكم بس الطريقه بتاعت البروتكشن نكتب مين البروتكشن طيب تيجي نبص الميركور دايجرام ده نشوفه كده صح المهم. المفروض ايه؟ المفروض ده طيار ابتدائي اهو صح؟ المفروض في هذا السنة ومش المفروض يبقى ده على طول ولا لا؟ هل في الحقيقة بيبقى كده؟ بقى في مختصر والمختصر مؤدي لايه؟ ان في ايرور في القيمة ولا لا؟ وبعدين التيار المختصر ده يؤدي الى في ايرور في مين كمان؟ ها؟ الان يبقى كل ذلك احنا بنقول المعلومات كده مهمه جدا للسي تي لان انت لو فرضت على موضوع الدي بوينت عندك ايرور في القيمه وايرور في الايه في الزاويه صح؟ الايرور هنا بيساوي ايه هنا؟ تساوي ايه؟ تساوي اي مونتازيشن على اي اس اثنين او اي برايمر ناقص اي ثانوي على ايه؟ على اي سنة ده الايرور الايرور ريشيو ان الريشيو بتاعتي اللي قلناها ان هي عباره عن 9 بي على اي اس السي تي ريشيو عرفناها السي تي ايرور بيساوي الاي تي على اي اس او اي بي على اي ثانوي ناقص على عايز تمام وفي البروتكشن عندنا الايرور ده لا يزيد عن 10% ابدا انما ممكن السي تي يصمم على انه له 5% ها 5% برضه عمال نعيد لان المشكله حكايه الدي بوينت بالنسبه لي انا بحب اشتغل فين؟ في الجزء ده صح؟ اللي يضمن الاكيورسي ايه؟ لما بتاعك. انا اضرب المثال ده بعد بس 10 ثواني. 12 و10 هنيجي هنا ثاني. انا هتعب او هفتح عندي السي دي وصل بالليل. انا دايما تقول عندي من الامتداد بنقول ايه جريتر هذا انتي ريشيو سي تي بوشن سي تي يعني انا عنده سي تي مالت ريشيو يعني اكتر من ايه؟ من ريشيو لما يبقى عندك سي تي مالت ريشيو السنه بتاعه لا تغير اللي بتغير من بس ها؟ الابتداء لان انت بتغير عدد الاكل
لا في قلب في الجيل هنلاقي ايه مبطل كده 600 على ايه؟ على 5. انت تقدر ان هو تكتب ويت اوفر تايم تقدر عملنا البروتكشن وسط اوفر تايم وانا بتكتب لغايه الاوفر تايم هذا تقدر وهذا سيتي وهذا اوفر تايم والسي ده السيتي ده مالتي ريشيو سيتي 600 على 5. انا نسيت احط هنا مالتي ريشيو ام عشان اللي يبقى يقرا الدرونج يبقى الدرونج ايه؟ بطل. بيغذي بيغذي هو بطل كل ليله. هقسمه فكر مايك دايجرام هيبقى في هذا السي دي اهو دايره بدل ايه؟ الريلي. فبيقول الريلي ده شيب اوبريت فور ابروكسيمتلي 60 امبير. يعني لو مر 60 امبير الريلي ده ايه؟ ها؟ مش عارف. ال 60 امبير ده هو ما قالهاليش موجوده في الابتدائي ولا في الثانوي دي على طول في الابتدائي. ماشي؟ يبقى لو مر 60 امبير في الابتدائي الريلي ده ايه؟ مش تعرف. The total depth of the current transformer, including current transformer secondary, is 1.6 volts. البدل كلها كام؟ 1.6. Including CT ratio, CT resistance. يبقى هيشتغل بال IEC ولا ال NC؟ IEC. IEC. بالتالي هون ذا ريلي ار اون ده 6 امبير تاب. التعبير ده من الامريكان انما التعبير اللي احنا بناخده نقول اف ذا اوبريتنج او سيتنج بوينت اوف ذا ريلي 6 امبير. يعني لو الريلي انت حاطه على السيتنج يبقى 6 امبير. لو هو الطيار مر فيه 6 امبير اشتغل معايا بنسميها هنا في الامريكان ايه؟ انه اتحط على كابتن 6. يبقى كلمة تاب معناها ستة. نعم. فين ايه؟ الستة دي فين؟ الستة دي في ثانوي. ثانوي. الريلي عنده تاب ستة، اشتغل البيك اب عنده ستة. لما يبقى يمر في ثانوي ستة الريلي ايه؟ اشتغل. والتاب دي لو اتحط على تاب ستة كانت البرزن 1.6 اوم. معايا؟ وقال لك كمان ايه؟ لو انا خليت السيتنج بتاعه ثلاثة يعني يشتغل عند كام؟ عند ثلاثة يبقى ايه البرزن بقى كام؟ ثلاثة اوم. يبقى انت عندك كام حالة؟ حالة ان انت تحط الريلي ايه؟ السيتنج بتاعه كام؟ ستة. وحالة تحط الريلي بتاعك كام؟ ثلاثة. بقول لك ايه؟ ده اكزيتيشن كير اللي هو مانتاجنج كير بتاع السي تي هو مالتي ريشيو. يبقى هيبقى عنده عند كل مالتي كل ريشيو في ايه؟ مانتاجيشن ايه؟ كير. كلهم طالبين. Find out the adequate CT ratio to the selected to be selected. عاوز لك انت تختار دي الريشيو اللي انت هتستخدمها. احنا عاوزين الريشيو اللي تديني ايرور عالي ولا واطي؟ قليل. وفي الغالب بيبقى اقل من 10 في معين. فاقل. صح؟ فنيجي نبص هنا نشوف ادي الايكوبلنت سيت صح؟ مظبوط كده ولا لا؟ هنا كل دول هو عطاهم لي ولا لا؟ الفيرجن دي عطاها لي
يبقى انا ما عليا الا ان انا هقول الريلي ده لو مر فيه كل واحد خلي باله لو مر في الريلي 6 امبير يعني دول كام 6 اضربهم في الامبير دي كلها يطلع لي فولت ولا لا الفولت ده على افراد السنوي بتاع السي تي ولا لا قام رايح من المنفذ الكاركترستيك ايه ده اجيب مين الماجنتيزيشن واقوم كيرسوف كارنت لو عند النقطه دي اجيب الاي بتاع اس ولا لا الاي اس هتساوي مين الاي بتاع الريلي زائد الاي مين صح اضرب اي اس بتنزل التحويل يطلع الكلام ايه البرايم مظبوط ولا لا ولا غلط فهنختار اول حاجه هنا هذا المغنطيزي كاركترستيك كيرف هذا اول هذا اول واحد 50 ده 100 150 ده ساتوريشن 150 اهو 200 250 على 5 300 لغايه 600 على 5 نعم عظيم نشوف كده هنيوز الراجل ده بيشتغل عند 60 امبير صح اقصى حاجه 60 يبقى هناخد سي تي ريشو 50 على 5 هنقعد نجرب كله لما ناخد 50 على 5 يبقى نسبه التحويل كام؟ ها؟ 10 نسبه التحويل 10 طيب لما يمر 60 امبير في الابتداء هيروح للثانوي 60 على ايه؟ على 10 العشرة دول هيروحوا في البدن ولا لا؟ لما يروح في البدن هيعملوا فولت ولا لا؟ هيجيبوا له ماجنتيزيشن نجيب تيار المغنى ايه؟ ماجنتيزيشن جينا نقول ان التيار بتاع الماجنتيزيشن الفولت 9.6 لما رحنا بصينا لقينا تيار المغطاسه 6 امبير اهو مش احنا خدنا ده معايا وده البولت بتاعي 9.6 اهو نلاقيناها هنا ايه 6 ايه امبير مجموع التيار ده مع التيار المر في الريلي ها مظبوط كده ولا لا يبقى الايرور اي اي على اي اس اللي هو 6 على 6 في ايه في 100 وده ايه 6 و 6 12 في 10 120 يبقى انا علشان الريلي ده يشتغل انا محتاج من 60 امبير محتاج ايه 120 هل ده صح هو بقول له اشتغل عن 60 يبقى اشتغل عن 60 صح ماشي يبقى الايرور هنا 100 هل السي تي ريشيو دي اكسبتابل نروح نعمل الريشيو اللي هي 105 نرفع الريشيو يبقى السي تي ريشيو كام 20 يبقى ال 60 امبير اللي بيشغلوا الريلي على 20 هيطلعوا كام امبير ها 3 دول في السنه ولا لا نضربهم في مين في الامبير بس الثلاثه دول بقى التيار في السنه والثلاثه وانا عامله اشتغل اعمل له سيتنج ثلاثة ولا اعمل له سيتنج ستة؟ ها؟ لا عاوز افهم الوقت انت عملت ال 100 على 5 صح؟ طلع ال 60 اللي المفروض يشغل له ريلي طلعوا كام؟ ها؟ ثلاثة يبقى الريلي هيمر فيه ايه؟ ثلاثة السيتنج بتاع الريلي المفروض تشتغل ولا ما اشتغلش؟ ليه؟ ما هو كده مش هيشتغل لو ان السيتنج كام؟ 6 انما لازم اعمله ايه؟ يبقى انا هعمله ايه؟ يبقى اخد البدن بتاع مين؟ بتاع الثلاثة اهو فهم جاي هنا نضرب ثلاثة في البدن بتاعي يطلع لك 9 ايه؟ 9 فولت اقوم رايح لمين؟ للي احنا خدناه احنا خدنا كام؟ سيتي كام؟ 100 على 5 اهو هذا البوست اهو الازرق اهو وده تيار مغطاسه 3 و 7 و ايه 78%
واضح؟ ماشي 78 من هنا تيار 3 زائد 78 من 100 يطلع لك ده التيار اللي موجود في اي اس تضربه في نسبة الايه؟ التحويل تطلع لك تيار الابتدائي ولا لا؟ اللي المفروض يشغل الريلي طلع تيار الابتدائي 75 ما هواش 60 طلع 5 وين؟ عاوز اجيب الايرور اي اي على اي اي اس اي اي كام؟ 78% على اي اس اللي هو 3 تطلع كام 26 يبقى ما زال الايرور ايه؟ عالي صح؟ واحد اشتغل كده لغايه ما اقلل من ايه؟ الايرور واقول ان السي تي ده اكسبتبل بالريشيو دي واضحه؟ طيب لو فرضنا ان انا حطيت التو سي تي ان سيريز هذا سي تي كده واقوم واخد منه الطرف النهائي هنا واقوم موصله كده تبقوا كم سي تي؟ متوصلين ايه؟ متوصل يبقى البولت الفي ساتوريشن اللي على الجنب هيتقسم على كم سي تي؟ يبقى الفي ماجنتيزيشن هيبقى النص ولا لا؟ الماجنتيزيشن على الاثنين والاثنين متوصلين على التوالي يبقى بالفولتج ديفايدر الفولت على السي تي الاولاني هيبقى نص الفولت الكلي والثاني هيبقى نص الفولت الكلي وده ايه؟ التعبير الثاني يوزنج تو سيتس اوف كارنت ترانسفورمر والسكندري كونكتد ان ايه؟ ان سيريز اهو الفيرجن نفسها لو خدنا الفيرجن بتاع ثلاثة ثلاثة أمبير يبقى هيشتغل على ثلاثة أمبير يبقى الريلي هنا برضه فيه ثلاثة أمبير ثلاثة في المقام بتاعته الفيرجن واحد كان 54% يطلع لك من فوق بعد كده هنقول ايه؟ هناخد 100 على 5 يعني 60 الريشيو 20 والاي بتاع الريلي ده هيشتغل 3 يعني الريلي هيشتغل على السيتنج بتاعته كام؟ 3 وليس كام؟ وليس 6 فهنضرب هيبقى في اس بتساوي 3 في 1 في 54 دي ده ايه؟ هتبقى عندي 4.92% نجيب نروح نجيبها منين؟ من التير 33 من ايه؟ من 100 ادي 33 من 100 4 على 3 تطلع 66.6 ما زال الايرور كام؟ ها؟ ايه نزود السي تي ايه؟ ريشيو واضح؟ لغاية لما نوصل لغاية 10% ده اكسبتر واضح؟ نشوف بقى احنا قلنا كارنت ترانسفورمر احنا شرحنا لغاية الوقت دي كارنت ترانسفورمر ازاي اخليه يتجنب ان يريبروديوس قيمة البرايمري كارنت اوت صح؟ بالذات ان انا اخليه ما يشتغلش عند الساتوريشن ايه؟ واحد فاهمين حاجه اللي فات كله كان ايه؟ انما ما وصلتش انا عاوز اريد ريديوس قيمه البرايمري كارنت بالسنوي اكوريت ويز اكسبتابل ليميت اوف ايرور صح؟ ازاي بان انا اخلي دايما الاوبريتنج بوينت قبل الساتوريشن لما تساوي ني بوينت او ايه؟ او اقل مظبوط كده؟ طيب انت ما جبتليش قيمه لان الاي سي سيستم القيمه او الفاريبل او القيمه ايه؟ مزاويه ما جبتليش ايه؟ الاتجاه ما ممكن انا بحط الريلي يشتغل على اساس ان التيار المصر قدامه ماشي؟ هو شاف قيمته عاليه بس انت موصله بحيث انه شافه ايه؟ وراه هل هيشتغل؟ مش هيشتغل لان الدايركشن بتاعه ايه؟ مختلف يبقى اذا انا لازم اعرف ريديوس تيار الاتجاه في السنه والقيمه وايه؟ الاتجاه اللي احنا بنسميها ايه؟ بولاريتي اللي هي ايه؟ انا خلاص عرفنا ازاي اقلب البوكس ده في التيار ده اهو الى قيمة السنة ولا ان انا اقسمه على نسبة الايه؟ التحويل والايرور اظبطه ازاي ان انا امنعه ان يشتغل عند الني بوينت او اقل اكتر منه
اخليه يشتغل تحت. طيب اذا انت خدت السهم ده فوق والسهم ده زي فوق دي يعني البرح ايه البلاك دي تيست بتعمل مرة واحدة في حياة المحطة كلها او في حياة السي تي لو ما تعملش صح يغلط موقوف المحطة لغاية ما يحصل فوق والريلي اللي المفروض يشوفه التام ما يشوفش والريلي اللي المفروض يشوفه ورا ما حدش بيشوفه لان السي تي ريشيو ايه السي تي دايركشنال ايه مرة لذلك بتتعامل مع واحدة ازاي هنشرح الكلام ده والسي تي كونكشن تشوف ادي ايه السي تي بولاريتي ايه هي السي تي بولاريتي اللي انا عاوز انستنتانيوس دي ده الكرف بتاع السي تي اهو فبتلاقي بتاع السنه لازم يبقى زي كده مطابق له صح يبقى بنفس الاتجاه ولا لا انما انا لو انعكست كده واحد هيبقى لفوق واحد والنص الثاني هيبقى ليه هيبقى لتحت بينهم بعض 100 و 80 انا عاوز كده لا مش عاوز كده فبنقلل الكلام ده البولاريتي ازاي ايه اللي عرفك ان النقطه ده ايه لو انت وصلتها التيار اللي هيحط هيبقى في الاتجاه الابتدائي فبنميزهم الابتدائي ببي واحد وبي اثنين البولاريتي الموجه واحد في الابتدائي والبولاريتي الترنال الريتيرن بي اثنين وفي الثانوي اس واحد او اس ايه؟ اثنين او ما بنقولش الكلام ده خالص وبندي مار هتلاقي السي تي عليه ايه؟ عليه مار الماركات بقى بتختلف يا اما مارك اكس يعني تحط اكس كده على 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 السيرف او تحط نقطه زي دي كده او تحط ايه مستطيل زي ده كده ده معناها ايه معناها التيار لو داخل في الابتدائي في النقطه دي باخد من نقطه هيخرج من الثانوي لنفس لنفس العلامه عيد تاني العلامه اللي في الابتدائي لو باخدها اشوف العلامه بنظره له في الثانوي فين اهي يبقى التيار خارج يبقى في الحاله دي التيارين دول من ايه؟ ها؟ انفريز مظبوط كده ولا لا؟ خلاص؟ طب انت ازاي تعرف افرض السي في بتاعك جاي ما فيش فيه اي مرض بتقوم جاي قدام التجربه الصغيره دي بتقوم جاي حاطط السي في اهو ادى الابتدائي بتاعه ده سنه ده الابتدائي بتاعه بيه واحد واثنين واحد يقول لا لا ازاي انت بتقول هما ما هماش موجودين انت سميه مؤشر سمي الابتدائي بيه واحد وبيه ايه؟ واثنين وبيه واحد حط عليه ايه؟ المارك اللي انت ايه؟ عاوزه وتقوم موصل الثانوي الاطراف بتاعته لا اما دي سي فولت ميتر لا اما جالفانوميتر زي ما انتم شايفين كده واضح كده؟ أمال نعمل إيه في السلك الابتدائي؟ نوصل الابتدائي بمطارين أهو هذا المشط بوزيتيف وهذا نيجاتيف ومعاهم بفضل ماشي؟ زاد الجرس كده واضح؟ مفهوم؟ افهم معايا بقى لو أنا ضغطت على زر الجرس البطارية دي سي ولا اي سي؟ دي سي ها؟ دي سي دي سي يعني لو انا حطيتها على طول الملف ده بتاعي هيبقى خلاص دي سي وخلاص هيبقى كأنه شورت سيركت انتهى ما بيبينليش حاجة انما هو بتاع درس ليه؟ لان انا بضغط واشيل ايه؟ ترانزيت لما اضغط كده هيمر تيار في الابتدائي ولا لا؟ هيعمل امبير تيرن ولا لا؟ الامبير تيرن هيقطع ملفات السنه ولا يتولد في ملفات الثانوي اي ام ايه ام ايه صح لو انا ضغطت كده هيمر تيار موجب هنا كده هيقطع هنا لو انا ايه
الطيار خليكم معانا لو ده هيحصل أموجة للطيار هاي مرة كده مظبوط كده واضح مفهوم لو مر بالشكل ده الاتجاه ده يبقى دي موجة ولا لا ها فلو فرضنا ان وانت بتضغط على الزر ده لقيت الطيار مر كده هيبقى البولات بتاعتك فين كان صح يعني انت بتضغط هنا وتشوف الطيار مر ازاي هنا لو مر في الاتجاه ده بقول لك هو دي سي المولتميتر ده ايه دي سي او جالوانوميتر لو ده اتحرك موجه يبقى معنى كده الطيار جاي كده يبقى دي موجه يبقى تتحط المر هنا صح لو قررنا ان هو الطيار جاي كده يبقى المر تحت هنا يبقى الطيار ده داخل يبقى ده هو هيبقى تحت يبقى الاثنين دول ايه انفيلد اي حد عنده اي سؤال في ازاي احدد البولاريتي بتاع سي تي ها نعم ده بوش بوتم اهو تعمله كده لما تضغط عليه وتشيله كانك عملت ترانزنت الملف يعني ولدت في الملف ال دي اي باي دي تي اي ام اف دائرة السنة ومقفولة ولا لا؟ هيمر فيها طيار ولا لا؟ الطيار ده لحظة هيقوم مغير لك المؤشر كده ينطره لو نطره كده اتجاه الموجة يبقى معناها الطيار جاي له هنا صح؟ يبقى ده ليه؟ تقوم حاطط في العلامة واضح ولا لا؟ لو الطيار للعكس المؤشر اتعكس كده يبقى البولاريتي الناحية دي يبقى انت حددت البولاريتي بتاع بي واحد بي واحد وبي اتنين انت اللي بتحددها انما اس واحد او اس اتنين انت بت ايه انت بتستنتجها من التجربة هذا مثلا هذا بولاريتي ده داخل بدا ايه خارج دي خارج بدا ايه ها داخل داخل ها داخل يبقى ده ايه ها خارج ها داخل ادور على البولاريتي مارك بتاعه من عنده ابدا ايه اشوف هو داخل ولا ايه ولا خارج هنشوف الكونكشن بتاع السي تي السي تي دي بقى الثلاثه سي تي دول اللي هو كل بليس هيبقى له سي تي لا اما اوصله مسطره لا اما اوصله ايه فانا السي تي لا اما اواي كونكشن سي تي اللي هي ستار اند اواي كونكشن ابارنت ترانسفورمر از بليس ان اتش فيز وذ فيز اليمنت ان ايزر 2 اور 3 سكندز يعني ممكن انا اخلي الستار على مره ثانيه ولا ثالثه اخلي على كل واحده سي تي صح يقول دول ثلاثه ايه سي تي او اخلي على الاولاني والثاني اسيبه واحط الثاني يبقى ممكن اشتغل بثلاثه سي تي في الستار او ايه او اثنين سي تي اون جراوندد سيستم اجراوند اليمنت از ايه ground system or grounded element on grounded system يعني system موجود في ground a ground element in the current transformer connected wire detected any ground or neutral current طيب من الستار طبعا بما في نقطة الستار لو كنا نقرضها هيمر في الايه؟ في الخط ده تيار نيوترال ولا لا؟ يبقى اذا الستار كونكشن بيبقى ثلاثه يا اما ثلاثه فيز معاهم نيوترال لا اما اثنين فيز ومعاهم ايه؟ نيوترال. الواي كونكشن سي تي ريبريديوس بوستر نيجاتيف اند زيرو سيكونس كارنت از زي ار ان ذا سي تي برايمري اند سكند كارنت ار ان انت ممكن تخليه يعني البوستر سيكونس ممكن تخليه يجيب النيجاتيف سيكونس لما توصل في ذا اي بي سي بوستر لما توصل اي سي سي يبقى ايه
نيجاتيف. عاوز زيرو سيكونس جيب من نيوتن صح. يبقى هذا الستار سيستم بتاعنا اهو شايفينه. هذا ثلاثة واحد اثنين ثلاثة رفع عندك نيوتن ممكن تحت ده الستار. الدلتا كمان شايف ان انا عندك هيبقى برضه عنده ثلاثة ثانوي ده كله خمسين ثانوي بتاع الستين ثانوي تعليم بتاع الستين. ما هو في الابتدائي بنوصل مين؟ سنة بتاع الستين. عاوز تلتا يبقى تلتا بتاعتي يا رجال نهاية. اهو مصر النهاية بتاعتي ولا مش في البداية التانية والنهاية التانية وصلت البداية التانية من ام بي سي يبقى ايه؟ هيبقى نهاية ايه اوصلها في بي وفي نهاية اسمها بي داش اوصلها في بي سي ونهاية السي هي سي داش اوصلها في ايه؟ يبقى لو عملنا الدلتا تحت المثلث الدلتا دي ما بنستخدمهاش احنا في البروتكشن الا في حاجة واحدة بس ان المحول ترانسفورمر بروتكشن اللي هو المحول اللي يبقى ستار دلتا. لو محول ستار دلتا يبقى تبص تلاقي ايه؟ في حاجتين. الحاجه الاولانيه ان انت هيبقى عندك في فيت شيفت بين الطيارين في الابتدائي والثانوي 30 ايه؟ درجه. فانت بتعمل ايه؟ المحول الباور المخطوط محطوط ستار تحط عليه سي تي ايه دلتا والدلتا تحط عليه سي تي ايه عشان تيجي كميه ال 30 ايه؟ تاني حاجه انتوا خدتوا حاجه مهمه قوي ان انا لما اجي اشتغل على شورت سيركت اناليسيس لما عندي اسطار اسد ودلتا الدايره اللي ورا الدلتا ما بقاش فيها ايه؟ زيرو سيكونس. ما بقاش فيها زيرو سيكونس. ما عاد تبقى هم بالنسبه لزيرو سيكونس. فدي برضه الدلتا بتمنع مرور الزيرو سيكونس. فده كلام اللي احنا بنقوله. ذكرت ترانسفورمر ان الدلتا سايد اوف الواي ترانسفورمر كونكت للواي. أن ذكرت ترانسفورمر أن الواي سايد أن الواي ترانسفورمر أر كونكتد إن دلتا. This connection arrangement compensates for 30 degree phase angle shift that is introduced by the Y delta band or transformer. And it blocks the zero sequence current from the on the external ground before. ده السبب الدلتا. ازاي بنوصله؟ هنشوف. زي ما انا قلت بداية النهاية وبداية النهاية. البولاريتي مهمة تتحط. ما اعرفش انا نسيت ان انا اخد البولاريتي. ده ايه؟ هنا. هو حاططها فوق اهو. سيبت بتاعنا ان انا ما كانش موجود بقى تحت البولاريتي. ايه تاني ان انا اقدر اجيبه من الكرنت ترانسفورمر؟ اجيب الزيرو سيكونس ايه؟ كرنت. اجيب الزيرو سيكونس كرنت ازاي؟ ان بالطريقه الاتيه اهي اهي ان انا اجمع الثلاثه بقى دول ومررهم في النيوتر كده يمر فين؟ في الجراوند ولا لا؟ مظبوط؟ فده ايه؟ السميشن بتوع كرنت. سميشن ده كرنت النيوميريكال بنجمعها مع بعض كده تطلع ثلاثه علامات صح. الطريقه الثالثه ان انا يكون عندي 3 سي تي اهو هذا سي تي ولا سي تي ولا سي تي واقوم ممررهم بمين؟ بالنيوتر. ده الريزيدوال كونكشن ما بين ايه؟ ما بنفضلش ده ليه؟ لان انا قلت من اول كورس بتاع السي تي قلنا ان السي تي مش ممكن يبقى الماجنتايزنج كاركترستيك كاب ايدنتيتي يبقى فيه ايه؟
الاختلاف. فلما يبقى فيه اختلاف الاختلاف ده بسميت ده يتجمع على بعضه ممكن يجيب لك ثلاثة عينات. أو الطريقة الثانية اللي هي البنسة، نحط الثلاثة من جوه ونحط البنسة يطلع لي الكلام هنا صبيت كل واحد هل ما في حاجة تيجي الوقت دي كلهم هتغلطوا فيها لما نطلعوا من جيب. الثلاثة هنا على واحد اثنين ثلاثة هتلاقيها وجود مسيرة وقوم حاطط الكلام يطلع لي ثلاثة عمارات. ان انا عندي ان انا ممكن اقوم شويه ده بقى لو فرضنا ان في شيز هنا والشيز ده موضوع مش الشيز ده حي لما يكون الطياره خلاص نمر في طياره علشان خاطر تجيب ثلاثه عين تعمل ايه؟ تقوم جاي متاخر عامل جوال الشيز ده رفعه فيه سيبت الهواء تقوم مرجعه تاني. انت لغيت الشيس ولا لا؟ ايوه عيد تاني يعني الشيس شايف طيار كده معاك؟ اجيب له الشيس اللي يجيله برضه بس يمرره بالعكس يبقى الاثنين ايه؟ عكس بعض يبقى ده الشيس اهو ده الشيس اهو مرة في الطيار وهم رجعوا تاني يبقى المغناطيس بتاعهم ايه؟ نعم جيب سلك في الكاميرا ايوه هو بيبقى لا هو مجهز ليك المكان اللي هتقعد فيه هيبقى في ما كانش ايه انت مجهز دايرك اطفايز هت ايه هبتدي لك ايه والطياره اصلا عندنا وانا حريص ان انت تعرفها حتى لو انت ما انتش عاوز تعرفها او انت سمعتها في يوم هتتزنق وهتفتح الكتاب تقول انا عرفتها. الاخيره بقى في المحاضره دي السكند ريتيرن الاستيلاس السكين لو ما يوصل توالي لما يوصل ايه؟ توالي لما السكين انت لما يحصل صح؟ طيب احنا قلنا الدلتا مش موجود صح؟ انما ده واقع ممكن يتحط فيه ولا لا؟ لان موجود مع مين؟ مع الدفرنشال بتاعت ايه؟ بتاع المحاولات. فاحنا عاوزين بقى الفيرجن اللي بتبقى موجوده على السي تي مش الفيرجن دي هي اللي بتتسكر في الساتوريشن معايا؟ الفيرجن اللي بتبقى موجوده على السي تي لما السي تي بتوصل دواب طب يبقى كام عند الفص المختلف اللي هو اللاين تو جراوند لاين تو لاين او لاين تو لاين تو ايه او 3 ايه واضح كده ولا لا؟ يبقى اذا احنا الوقت الجزء الثاني من المحاضره ان انا ادور على بيردن استقل فوق لسيتيهات متوصله ستار او ايه او ديرتن واضح؟ شكرا يا محمد. أدى إيه؟ أدى الحالة الثانية الأولانية إن أنا عندي سيتيز متوصلة إيه؟ يعني في منتهى الأهمية رقم بسيط جدا إنما بيجي في امتحان. هذا رسمة السيتي دي متوصلة إيه؟ ها؟ ها؟ وكل فيزا عليها الريلي بتاعها عليها البيرلين بتاعها صح؟ كل واحدة عليها ايه؟ البيرلين وفي النيوتر بتاعنا جراوند ريلي صح؟ مظبوط؟ حصل في 3 فيز 4 مظبوط؟ انا شغلي الشامل ايه؟ الفولت على اطراف السي تي اللي هو ممكن يحصل له ايه؟ ساتوريشن صح؟ لنفذ الفوق أدى الفوق أدى الفوق
اي بي اي سي معايا. ده هيبقى هنا داخل هيبقى هنا ايه خارج. ده داخل هيبقى ده ايه خارج. ده داخل هيبقى ده ايه خارج. صح ولا انت فاهم حاجه؟ وده خيار ابتدائي اهو تبدل مظبوط. ده ايه جاي من هنا؟ كان داخل النقطه بتاع الابتدائي ولا لا؟ هيبقى خارج من هنا ولا لا؟ اهو ده ده اهو نازل لتحت يبقى داخل النقطه بتاع البرايمري بتاعته يبقى هيبقى خارج من السنه وعشان يعني فين؟ صح؟ هنا برضه نفس الكلام ده داخل السين هيبقى خارج من هنا. مظبوط كده ولا لا؟ انا ادور على ايه بقى؟ على البورد بين النقطه صفر واي بلانت من دول من هنا لهنا او من هنا لهنا او من هنا لهنا او من هنا لهنا ثلاثة دول. يعني عاوز البورد بتاع الجزء ايه مثلا؟ بتاع السنة وبتاع ايه؟ هيبقى بيساوي ايه؟ هيساوي خليك كل واحد معايا بقى امشي كده هيبقى اي ايه ديت فيرجن صح؟ انا عاوز ارجع للنقطة بتاع تكملة السي تي زائد اي ان مين؟ مربوط. انت مربوط؟ طيب الثري فيس فور هل اي ان بيبقى موجود اي نوترال؟ ها؟ بيساوي صفر. يبقى الدروب بولت في الجراوند اللي هي صفر. صح؟ يبقى البولت على الاطراف السي تي عباره عن اي ان زد اهو اي ان زد بالجي تي فيس زائد ثلاثة اي نوت زائد بي دي ده كله بسيف اهو اي بسيف اي نوت بسيف يبقى دي سي دي بيساوي بي ايه البردن بتاع الاي بيساوي ايه؟ بيساوي الفولت اللي عليه على التيار المرضي صح؟ مظبوط؟ طب الفولت اللي موجود اكروس ال بيساوي كام؟ اي اف زد بي صح؟ اقسمه على اي مين؟ اي تطلع مين؟ زد بي. أعيد نروح حاجة تانية أصعب شوية هنا بلاش من هنا هنا فيس تو فيس هنا فيس تو جراوند واضح؟ نشرح دي كده علشان خاطر ايه نخلص منها. لما نشرح هنا هيبقى هنا اي نوت بلس اي اي وهنا سي زيرو زيرو في ذات الاس صح؟ طيب ده مش داخل هنا؟ مش داخل؟ ما هو دي جاوب داخل هيبقى داخل هيبقى هنا ايه؟ خير هيبقى خير خير يرجع تاني المكان كده 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 صح؟ مظبوط؟ طب الفولت بين النقطة دي والنقطة دي بتساوي ايه؟ اي زد بي زائد 3 صح؟ مظبوط كده ولا لا؟ عاوز اجيب البرد يساوي الفولت اللي عليه على التيار اللي ايه؟ اللي مر فيه. الفولت اللي عليه عبارة عن كام؟ اي اي زد بي زائد اي اي في الجراوند اقسمه على اي اي يطلع لك زد فيس زائد زد جراوند يبقى ده تبدل اثناء الجراوند والجراوند فوق ولا لا؟ طب لو هو انت هيبقى الطياره اهو يبقى هنا داخل صح؟ مظبوط؟ والطياره هنا بكام؟ بكام؟ طلعت جراوند طيب هنا مكان صفر وهنا فين؟ هنا اللي فيه الطيار بس الطيار ده هيبقى هنا اي ايه داخل هيبقى هنا اهو خارج صح؟ مظبوط ولا لا؟ يبقى معنى كده ايه؟ هل في طيار جاي من هنا؟ ها؟ فيه صفر يبقى الطيار اي ايه هيبقى كده مظبوط؟ مظبوط كده ولا لا؟ عاوز يرجع الطيار ده عاوز يرجع هيرجع ازاي؟ يجي كده لازم هيمر بالشكل ده هتبص بقى حته فين وده غلط يبقى يجي هنا هيمر كده يبقى هيمر هنا صح يبقى البورد مين النقطه دي والنقطه دي هي في
يبقى البدل في الحلال اتنين زد بي ولا لا؟ وهنا زد بي زد جرام، صح؟ فهمنا ازاي؟ نرجع تاني نجيب حاجه اصعب والان فيس تو فيس، طياره داخل هيبقى ده خارج، صح؟ من مجموعهم عند الفوق صفر. طيب ده الابتدائي، الابتدائي ده كده يبقى هيبقى داخل هنا، هيبقى خارج هنا ولا لا؟ خارج. وهنا هيبقى خارج، هيبقى ده ايه؟ داخل اهو، صح؟ مظبوط؟ واضح ولا لا؟ ها؟ يبقى الطيار اي بي ده اهو هيمر كده، وده اي سي ده اهو هيمر كده. لو عسلنا وديت تجمعهم مع بعض اي بي يساوي اي سي. طب عاوزين نجيب البونت بين الطرفين دول، الطرف ده اهو والطرف ده، صح؟ نعم؟ اي بي ناقصين سي دي جرام. انا عاوز من اول النقطه دي للنقطه دي اجيبها ازاي؟ هتبقى اي بي زد ايه؟ كده بي. وهنا سيف، صح؟ زد جرام هتطلع السيستم بتاع زد بي. زد بي. طب هنا هنا ده خارج، ده داخل في الابتدائي هيبقى خارج من هنا، ده خارج في الابتدائي هيبقى داخل كده. الطيارات اي بي واثنين اي بي واي بي، عاوز الفصل بين اي كيو واتنين بي، الاثنين ده مثلا وده اهو، امشي كده هيبقى ده هيبقى اي اثنين اي بي اثنين، ها؟ في زد بي، ها؟ والاي هنا في نفس الاتجاه اي بي في زد بي، مش ده الفوق؟ يبقى ثلاثة اي بي في زد بي، ثلاثة اي بي في زد بي اقسمهم على اي بي يطلع لي ان الزد بدل في حد الدلتا ثلاثة زد بدل. السمر بتاعنا اهو المحاضرة اللي جاية بقى هنتكلم عن ايه؟ الوقت السي دي ده موجود في الشبكة عشان يريبروديوس ذا برايمري كارنت ان ذا سكندري سايد الجوريزم، صح؟ طب التيار ده التيار في السنة هل هو سينوزويدال بيور سينوزويدال ولا الفولت بيبقى فيه سينوزويدال والدي سي اوف ست؟ يبقى كمان ايه؟ هندرس بقى البرفورمانس بتاع السي تي ازاي يريبروديوس الابتداء ناحيه السنه لو طيار الفوق بيور سينوزويدال هو في ستيت ستيت كونديشن، او لما يبقى الطيار في ستيت ستيت وايه؟ في دي سي ايه؟ فده المحاضرة الجاية إن شاء الله بشكل ده هنكون خلصنا إيه؟ هذا الماكرو ريشول ده هنتكلم عن الماكرو ريشول، كلمة كلمة قبل كده بس أنا ما كملتهاش. إن الماكرو ريشول بنقول بندي الداتا لكل الوان، صح؟ طب لو فرضنا إن الجي ساتوريشن بتاع كل الوان دي كمان للبول البيت بتاعك الايه؟ النيب 1 تعيشهم من فوق مش دول 100 لفه؟ المفروض كل لفه كام بوم؟ واحد. طب انا لو خدت 50 لفه يبقى النيب 1 بتاعك كام؟ واضح؟ ده اللي ايه السلايد اللي هم عاوزين على مساله في الكتاب. فبنقول البي بير يونت تساوي اس على عدد اللفات، عاوز تجيب البوز بتاع اي مجموعه لفات تضرب وحده البوز في عدد اللفات. وده الكاركترستيك بتاع المارتريشن. ده سؤال برضه هنتكلم عليه مره ثانيه. لان انا تعبت برضه. هذا اللي انا بقول عليه برفورمانس لما يبقى
يبقى هنبدا المره الجايه هطلع منكم طلبه ناس عشان خاطر يحل المساله دي. مساله على نفس الكلام اللي احنا قلناه. هذا الملفات هذا السي تي اهو متوصل على شكل ستار وده نيوتن. حاول يشوف طيار الابتدائي اللي شغل الريلي. لو لاين تو جراوند فولت، لو لاين تو جراوند فولت يبقى الطيار هيمر كده 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 صح. يبقى انت جبت الفولت بتاع على على اللهم صل وسلم على على الريلي على السي تي ولا لا؟ مظبوط؟ بس بص كده للدايره كده الفولت اللي على السي تي ده خلاص انت جبت. بس النقطة دي والنقطة دي دول هم عبارة عن الفولتج دروب اكروس مين؟ السي تي الثاني اللي ما فيش فيه فوق. عشان الفولت ده يتبنى في السي تي اللي ما فيش فيه فوق عاوز مجنتايزنج. مين اللي هيجيب المجنتايزنج؟ اللي معاه ايه؟ التيار. مين اللي معاه تيار؟ السي تي اللي فيها ايه؟ الفولت. يبقى انت هنا بس هتعمل ايه؟ هتجيب الفولتج دروب هنا وبعدين تقوم رايح للمانتازيك كاركترستيك كيرف تقوم جايب اي ما ايه؟ مانتازيشن تحطهم من هنا وهنا يبقى الطيار اللي هيقوم ده هنا ايه؟ هيساوي الطيار اللي مر في الجراوند زائد الطيار اللي مر في مين؟ في المنتصف بتاع ده وده ونجيب الطيار الكلي دروب اسمه التحويل بتاعه. ده فهمت الايه؟ الحل. اول ما هنبدا حقيقه فيها اخبار. شكرا.